نعم دعاء، هو عرف سياسي يعني في توزيع المناصب الإدارية، بدءا من المناصب السيادية والتشريعية والسياسية وصولا إلى المناصب الإدارية في محافظة بغداد منذ انقطاعها في عام 2013 ورجوعها قبل أكثر من 5 أشهر عندما أقيمت هذه الانتخابات. التوازنات السياسية بقت على حالها بتوزيع هذه المناصب الإدارية، بتفريط هذا المنصب من مكون لمكون آخر أحدث خلل في التوازن الإداري في محافظة بغداد، خاصة وأن العملية السياسية والإدارية قائمة على المحاصصة بين جميع مكونات الشعب العراقي. فبالتالي هنالك من يعتقد يعني من تحالف تقدم أن تفريط هذا المنصب ربما أدى إلى اختلال في عملية التوازن وأنه لن يعود إلى المكون ذاته، ولكن يعني قناة ون نيوز كانت حاضرة عندما يعني تم انتخاب المحافظ ونائبيه ونائب نائبيه، فبالتالي كان تحالف تقدم الوطني هو متأخرا على عملية الانتخاب وحضر بعد نصف ساعة أو أكثر من نصف ساعة عندما أقيمت الانتخابات شفهيا وكان أمام وسائل الإعلام. فبالتالي يعني هو متأخر، يعني عندما تم اختيار المحافظ ونائبيه ونائب نائبيه كان تحالف تقدم متأخرا بحدود النصف ساعة ولم يكن هنالك مشورة لهذا التحالف، مما أدى إلى ربما اختلال التوازنات أو ربما لتبعات سياسية منقطعة بين تحالف تقدم وبين المكونات السياسية الأخرى بسبب ما حدث لرئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي عندما تم تنحيته من المنصب. فبالتالي هذا أثر سلبا على العلاقات وعلى حتى توزيع المناصب الإدارية، وأثر بشكل واضح على المنصب الإداري الذي كان من يعني حصة المكون الأكبر، يعني المكون السني الأكبر. فبالتالي هو كان من يعني من نصيب تحالف تقدم، ولكن غيابه عن عملية الانتخاب وفي فترة الانتخاب يعني أدى إلى أن يكون المنصب لغيرهم، وبالتالي بسبب أيضا الانقطاعات السياسية أثر ووصل على ما هو إليه الآن الحال. نعم مهدي، يعني بالحديث عن الأزمات السياسية، ماذا عن يعني أزمة رئاسة البرلمان؟ هل هناك أي انفراجة بقضية اختيار رئيس جديد للبرلمان؟ نعم دعاء، ربما يعني عملية الانفراجة في اختيار رئيس البرلمان فهي يعني على حالها وتدور في بوتقة واحدة ولا تخرج حتى أن يعني يسمح لها أو تسمح لها التوافقات السياسية. قبل يعني 4 أيام كانت هنالك جلسة وحدثت مشادة كلامية بين نائب من تحالف تقدم وبين نائب آخر بخصوص يعني عدة أمور متعلقة بالإضافة إلى هذا القانون. العملية متوقفة على شخصية السيد شعلان الكريمو عندما بتت بها المحكمة الاتحادية، ذهبت الكتل السياسية على أن تجد مخرجا لهذه العملية. المخرج الذي يخرج بهذه الأزمة هو تعديل النظام الداخلي للبرلمان. تعديل نظام الداخلي للبرلمان هي المادة 12 التي تتيح على إعادة الترشيح، إعادة الترشيح من جديد واختيار شخصيات جديدة ربما قد لا تتناسب مع بعض الكتل السياسية التي ترى أن تحالف تقدم الوطني ربما قد يحسم أمره مع شركائه بإعادة الترشيح، ولكن على ما يبدو العملية متوقفة على تعديل النظام الداخلي. تعديل النظام الداخلي من المادة 12 يتطلب حضور مجلس النواب ومن ثم نصف زائد واحد. بعد عملية التعديل يتم يعني إدراج فقرة عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، فبالتالي عملية متوقفة على التوافقات السياسية ومتوقفة أيضا في نفس الوقت على يعني إيجاد مخرج حقيقي لهذه العملية هي التوافقات السياسية. طيب مهدي، من المعلومات المتوفرة لديك ومتابعاتك لهذا الملف، هل الإطار التنسيقي يريد بقاء المندلاوي إلى نهاية الدورة الحالية؟ يعني حسب تصريحات السادة النواب المنتمين والمنضوين تحت عباءة الإطار التنسيقي فهم لا يريدون أن يبقى هذا المنصب متعلقا بهم، بأن منصب رئاسة البرلمان هو لمكون ليس لمكون الإطار التنسيقي. فبالتالي تسعى الكتل السياسية وحتى السنية على يعني إيجاد هذا المخرج. الإطار التنسيقي لا يريد هذا المنصب، حتى وإن كان يريده فهو بالنيابة، يعني حتى يعني ربما يعني بخروج 4 نواب من عزم وحسم والسيادة وتشكيل كتلة الصدارة ربما قد يسهل عملية اختيار رئاسة البرلمان. تسعى الكتل السياسية ليس كتلة التابعة للإطار التنسيقي، الكتل السنية على إيجاد هذا المخرج. الإطار التنسيقي ليس لديه مشكلة في اختيار رئيس برلمان أو شخصية لرئاسة البرلمان على أن لا تكون يعني ذات لغط كبير كما حصل للشخصيات السابقة. ربما ترشيح شخص
ليس له لغط قد يسهل عملية الاختيار أكثر مما هي عليه الآن.